السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في مطبخ سيما. كيف كتشوفوا اليوم ما عندناش فيديو ديال الطبخ، وإنما غادي نفتحوا الهدية اللي وصلتني من اليوتيوب، واللي كنظن كلشي بزاف ديال البنات كانوا كيتسناوها، خصوصا البنات اللي كانوا كيدعموني من البداية ديال المسيرة ديالي الحمد لله. فبزاف كيبقى يسولوني فاطمة الزهراء وازيك دايرة، فاطمة الزهراء وازيك دايرة. الحمد لله الدرجة هذه واحد المدة قصيرة، ولاني ما بغيتش نحلو حتى نتكلم معكم وندردش معكم واحد شويه، لانني ما بغيتش غير نوريكم الجائزه، وانما بغيت ندير معكم واحد شويه. نحمد الله سبحانه وتعالى اولا، ثم كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم والتعليقات ديالكم الطيبه، اللي صراحه كيف قلت لكم فاش يلاه بديت القناه، بحكم انني ما كنخرجش من الدار بزاف، يعني غير مع الزوج ديالي بحكم المرض ديالي وداكشي، ولاني نتوما يعني كنخرج معكم كيف قلت لكم، وبزاف ديال البنات يعني ولا اليوتيوب شي حاجه مهمه ليا، يعني وليت ماشي غير مهنه، يعني كنا لاننا كنتخلص منها ماشي ما كنتخلصش، ولاني ايضا شي حاجه شنقول لكم يعني ولا شي حاجه مهمه في حياتي، ولات عندي علاقه مع الناس معكم نتوما المشتركين ديال القناه، ولات عندي علاقه موده وعلاقه حب ولله الحمد لله، كنتمنى ان شاء الله يديمها ناس من ربوع العالم، يعني بزاف ديال البنات كيتواصلوا معايا، سواء اللي ولات عندي معاهم علاقه في الخاص او لا في غير عبر التعليقات، واللي كنتسنى التعليقات ديالهم. كاين اللي غبروا منه كاين بنات اللي غبروا واحد المده، يعني مع العطله ديال الصيف او لا مع ظروف عائليه، ولكن الحمد لله الوقت اللي رجعوا فرحت انا بالتعليقات ديالهم. وكاين واحد جوج بنات يعني كانوا معايا من الاول ديال البدايه ديالي، وفاش كتبوا لي التعليقات ديالهم قالوا واش فكرتيني، انا راه نفكراكم، لانني الحمد لله ماشي كنبغي غير ندوز على التعليقات، الا كنت مريضه او لما مجاوبش فكنبغي حتى نجلس ونقرا التعليقات ديالكم واحد بواحد ونجاوب عليها، يعني نجاوب عليها وانا مرتاحه، ماشي غير ندوز هذاك الرد وصافي، وكنحفظ الاسماء وكنشكركم كاملين بزاف. كنشكر البنات اللي كانوا كيدعموني الوقت اللي كيجي واحد الركود في القناه، وكنلقى الدعم ديالهم، يعني البنات اللي كيبارطاجيو هما المحتوى كيقول لك لا ما تيأسيش غير كملي معانا، والحمد لله الله سبحانه وتعالى كيوفق مادام كاين مجهود. قلت لكم النهار الاول فاش يلاه بديت، وانا فاش قال الله كانت عندي 10000 مشترك، قلت لك غنوصلوا 100000 مشترك، وان شاء الله غنوصلوا المليون، لانني عندي واحد الاراده وعندي واحد العزيمه. وبزاف ديال البنات فاش كنت دويت معكم في هذاك الفيديو يعني غيروا من المسار ديال حياتهم، كاين اللي امتهنت مهنه الحلويات، كاين اللي حلات قناه، نسال الله التوفيق لكل واحد. المهم اي واحد يعني كيبغي شي مازال فهو غادي يبدا فيه، فكنتمنى ان شاء الله يوفق كل واحد في المسيره ديالو. وكيف قلت لكم كنشكر الله سبحانه وتعالى، كنغتنم هذه الفرصه هذه باش نشكر الزوج ديالي، يعني خلاتها واحد البنت في القناه كتقول لي الراعي الرسمي للقناه، فعلا هو اللي ساق فيا في الاول، اللي الحمد لله وقف معايا بزاف ماديا ومعنويا وشجعني. كنشكر الام ديالي المناضله اللي مناضله معايا في الابناء ديالي، كنشكرها بزاف، كنشكرها على الدعم ديالها وايضا على التشجيعات ديالها. والبنات انا بغيت نسطر على هذه القضيه هذه، يعني البنات اللي كانوا كيسولوني كيقول لي واش انت قاريه الطبخ، واش قاريه شي حاجه في يعني في دايره شي فورماسيون، انا الحمد لله ما دايره شي فورماسيون، عاد كنقول الحمد لله، لان الله سبحانه وتعالى الا كنتي كتبغي شي حاجه فهو غادي يسر لك، خاصك غير انت تسعي. انا الحمد لله فاش بديت القناه يعني يعني كيف كنت عاودت لكم، يعني لا داعي نكرر القصه، يعني المشكل ديال فقدان الذاكره اللي عندي، ان القرايه اللي قاريه انا يعني لما مذكرهاش اللي هي الاجازه، يعني البنات اللي غيبغيو يعرفوا القصه ويعرفوا التفاصيل بالضبط نخلي لهم الرابط في صندوق الوصف. ف يعني انا عندي اجازه في الاقتصاد، ولكن انا في الباطن ديالي كنبغي الطبخ، هذيك الاجازه ما تفكرهاش، وبقيت كنجرب. الا وريتكم دابا غير الكم الهائل ديال الفيديوهات اللي كنجرب، ويصدقوا ويقدروا ما يصدقوش، يعني خاصه انا كنبغي نجرب، ماشي كنبغي داك الشيء العادي اللي هو مضمون. صديقتي ديال المطبخ ليليا كتقول لي فيما كنتناقش انا وياها على شي وصفه اش غديري غندير هادي، كتقول لي كتمشي ديما غير الحاجه الصعيبه ما كتبغيش تمشي للحاجه السهله، كنقول لها كنبغي شي حاجه صعيبه ولكن فيما بعد نسهلها للناس، يعني ملي نجربها كنجربها بطريقتها الاصليه وكنلقى شي حل اللي هو وسط اللي غادي يسهلها للناس.
فكنتمنى ما كنتش طولت عليكم، ولكن انا بغيت ندردش معكم شويه لان انا ماشي ديما اتاح لينا هذه الفرصه في ندوي، وخاصه انا ما كنديرش لايفات بزاف، لذلك بغيت ان انا ندردش واحد شويه وندوزو دابا مع بعض نحلوا الجائزه. انا ما صبرتش عليها، يعني هذيك ديال السكوت راني حليتها باش نشوفها. هانتوما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، بسم الله. كاين هادي زعما كيصيفطوها لك اوكاو زعما وقع شي مشكل في جاك مهرس الدرع ولا شي حاجه كتواصلي معاهم. هادي شهاده تقديريه من اليوتيوب، بما انه وصلتي ل 100,000 مشترك فكيصيفطوا لك هاد الشهاده هادي. وشكر خاص لقناه ريشا، هذه قناه يعني البرمجه، واللي من خلالها استطعت انني نعرف انني ماشي بالضروري نتسناهم يصيفطوا لي الدرع، وانما خاصني انا نتواصل معاهم باش يصيفطوا. يعني البنات اللي وصلوا 100,000 مشترك فخاصكم تواصلوا معاهم باش يصيفطوا لكم الدرع، ماشي بالضروري تسناوهم عاد باش يصيفطوا لكم الدرع. وهذا الدرع فدي كيف كتشوفوا هنايا، كوزين تيما بعد ما توفقات بحمد الله سبحانه وتعالى ل 100,000 مشترك، كنحمد الله سبحانه وتعالى وكنجدد ليه الحمد. الحمد لله نعم علينا بهذه النعمه هذه، كنشكرو بزاف. هذا هو الدرع، شوفوا من الدار كيزدي. يعني انا عاطيكم كادر باش تعلقوا، هنايا كيصيفطوا مع هذا اللي كتضمن انه ما يتاثرش بالعوامل ديال النقل. وكيف قلت لكم يعني كنتمنى تبقوا مستمرين معايا في الدعم ديالكم وفي التشجيعات ديالكم، لانه صراحه يعني ما كيجيش شي فيديو حتى كينزل في القناه، يعني المقربين اللي كيعرفوا هذا الشيء والناس اليوتيوبرز اللي يعرفوا هذا الشيء، يعني حتى كيكونوا داز بواحد الكميه هائله من المجهود، خصوصا انني كندير المونتاج راسي، يعني كنمونتي راسي خصوصا فاش كنت كندير العربية، يعني كنعتذر للناس لأنني حيدت اللغة العربية، لأن بعض البنات قالك كدرق عليهم الفيديو، فلذلك حيدتها. ولكن فيما بعد غادي ندير واحد الوقت وكان غادي يعني بديت في هاد القضية، كنرجع الفيديوهات القدام وكنضيف لكم اللي ما فيهمش العربية، كنضيف يعني الشرح كله كنضيفه في صندوق الوصف مع المقادير. يعني الفيديوهات في واحد الوقت غادي تلقاو الفيديوهات كلهم ديال القناة، ضفت لهم الشرح بالمراحل وايضا مع المقادير في صندوق الوصف. وايضا جاريه يعني المشاريع اللي كنقول لكم ديال القناه اللي مستقبلا غادي تكون، يعني حاليا غادي نحل موقع خاص بالقناه ظرف عام. الحمد لله وفقنا الله انا وصلت ل 100,000 معكم مشترك، دابا راه تفوتنا 100,000 مشترك. وايضا في ظرف سنه من يعني العمل الحمد لله والتوفيق من الله استطعت انني ننزل في القناه 300 فيديو، يعني بحكم الناس اللي قراب ليا يعني 300 فيديو بالمجهود. وكاين فيديوهات اللي ما استطعتش انني ننزلهم لانني صراحه شي فيديو الا ما ثقتش فيه في النتيجه ديالو اولا كان عندي غير شك ولو قليل فما كنزلوش في القناه، وهذا الحمد لله هو اللي كيخلي الناس كيبقاو في القناه، هو ديك الثقه ديالهم، وملي كيجربوا الحاجه كتصدق ليهم. فهذه الحمد لله هي الحاجه اللي انا باني عليها يعني المصداقيه، لما كانتش عند الانسان فلا داعي انه يكمل في المسيره ديالو. هادشي راه يعني هادشي غيشاهدوا به البنات اللي يعني اللي باديين معايا من اول المسيره لحد الان، وما كيجربوا اي حاجه حطيتها الحمد لله كيجربوها، لانهم عارفين انني ما حطيتها في القناه حتى جربتها جوج وثلاثه. يعني ملي كنجيب لكم شي فيديو كنقول لكم راه جديد فداك الفيديو راه كيكون داز بالتجارب، وعطيته للناقد ديال القناه والزوز ديالي كياكل يقول لي هذه اللي خاصها هذه شويه شويه مقرمشه مازال، كنعاود لغد ليه شوف لا خاصها مازال تجي شويه حتى كتكون يعني دازت بواحد النقد كبير عاد باش كننزلها في القناه. ويعني ماشي انا ما عنديش بالضروري انني نحط فيديو كل نهار ويكونوا هذوك الفيديوهات يعني ماشي بهذاك المستوى اللي غادي يبغيو المتتبعين ديال القناه، فانا كنحاول نحط الفيديوهات اللي يكون الواحد اللي غادي حط ولو غير فيديو واحد في الاسبوع، ويكون هذاك يعني القيمه ديالو كيستافدوا منها الناس بزاف وضفت لهم شي قيمه مضافه، ولا انني نحط فيديو كل نهار ويكون هذاك الشيء العادي يعني اللي يقدر كل واحد انه يدير. يعني انا ماشي نقسم شي قناه اولا دويت في شي قناه ولا شي حاجه، ولكن غير انا كنقول لكم يعني انا مبدا ديالي في
قناة ديالي معاكم. يعني هذا هو المبدأ اللي متبعاه، والحمد لله قلت لكم يعني 300 فيديو ازيد من دابا، يعني راه زدنا على 300 فيديو في ظرف ديال سنة، يعني راه الحمد لله. وإلا رجعتوا الفيديوهات الاولين غتلقاو كاين تطور، لا بالنسبة للتصوير، لا بالنسبة للمونتاج، لا بالنسبة للافكار، يعني كاين تطور. انا ماشي على هذه القناه كل شيء عارفه من الاول، وانما كنشري كتب ديال الطبخ، كنشري يعني واخا يقدر يكون الكتاب كيف ما كان نجمع له الفلوس ونشري. كنتفرج في برامج ديال الطبخ، كنتفرج في مسابقات، كناخذ دروس مع الناس اللي هما، لانني للاسف ما تاحتش لي الفرصه انني نقرا الطبخ، وكنتمنى تتاح لي الفرصه ولو غير شهر نقرا الطبخ. ان شاء الله ربي يقدر يحقق لي هذا الحلم ديال هذا، مع حكم المرض اللي عندي انا ما قدرتش انني نمشي زعما نتونجاجا في المدرسه ونقرا وهادي. والاشاره البنات اللي كيسولوني بس كنصور، فانا ما كنصورش بهذا، ما كنصورش بكاميرا، كنصور فقط بالهاتف. هاتف حتى هو خديته من الموقع اللي سبق لي وتقاسمت معكم، واللي انا ما درتش ليه الدعايه، يعني بعت البنات قال لي درتي لهم الدعايه. انا لحد الان من نهار بديت القناه لدابا عمري ما درت دعايه لشي حاجه، وانما شي حاجه جربتها في داري وشفتوها نتوما في الفيديو وعجباتكم وكتقولوا لي كيفاش، واش خدامه مزيان ولا لا، فكنتقاسمها معكم في فيديو خاص هكا باش نتوما تستافدوا، وانا نستطع انني نفيد بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش هذيك الحاجه. فيعني ما ماشي بالضروري، ما كاينش لحد الان باقي ما سنيتش مع حتى شي شركه انني ندير لهم الدعايه في شي حاجه. يعني هذاك الموقع ديال علي اكسبريس، لان انا الزوج ديالي قال لك هذه راه ازيد من 3 سنين هو كيتقدم منه، وحنايا الحمد لله يعني اي حاجه خديناها من عنده من عندهم كتصدق. وهذا الهاتف اللي كنصور به فانا واخدو لي الزوج ديالي من تما، يعني الثمن ديال هذا الهاتف اللي كنصور به انا يعني تقريبا هنايا، يعني بالمميزات ديالو هو منافس للايفون ومنافس للسامسونج في اخر التحديثات ديالو، يعني كان واخده هو يعني تقريبا شي 2500 درهم، ولكن الثمن ديالو هنا يعني بهاد المميزات اللي فيه 3000 درهم. هذه غير بين قوسين البنات اللي كيسولوا، يعني تقدروا تدخلوا هذاك الموقع ديال علي اكسبريس، راه تلقاو هواتف، تلقاو كاميرات، الثمن ديالهم اللي هابط. هذا ما كيعنيش انني ما غنستثمرش في كاميرا، يعني غير مني يولي المدخول الحمد لله لا باس به غادي نستثمر في كاميرا ونشري كاميرا، وغنزيد مازال نطور من المكان ديال التصوير. كندخل بحال هكا الفيديوهات، كنشوف الفيديوهات كيفاش كيصوروا هذاك الشيء، باش نطور من المحتوى اللي كنقدم في القناه ويوصل يعني لجميع الشرائح. كيف كنقول لكم ديما في اخر الفيديو، خليت لكم الراحه الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرين، مع وصفات انتم تعرفوني يدي على الوصفات. يعني الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات اخرين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.